في هذا الفيديو أصدقائي نتحدث عن كالكولاسون continuity and its consequences، ونفس فكرة المسألة السابقة في هذه السيريز determine whether f or determine where f is continuous. هذا الجزء الأول. f possible extend f to a new function that is continuous on a larger domain. خلينا نشوف. أولا الجزئية الأولى سنرى أين يكون هذا الفانكشن continuous، وهو راشنال فانكشن continuous everywhere except when the denominator equals zero. So we have x squared minus x minus 12 equal to zero. بإمكان نحل مستخدمين الكالكوليتر والفانكشن المعروف لكل طالب أكثر مني. عندي مود 5، عندي 3، عندي 1 equals، عندي minus 1 equals، عندي minus 12 equals، وزي ما انتم شايفين الأجوبة 4 and minus 3. So x equals 4 and minus 3. يعني f is CTS بمعنى continuous من over all real numbers except at 4 at minus 3 يا أصدقائي. انتهى الجزء الأول من هذه المسألة بامتياز. لاحظ نقول أن هذا الفانكشن continuous everywhere but not at 4 not at minus 3. 4 minus 3 بيخلي الدنوميريتر equals to 0. طيب خلينا نشوف ونفحص هل هذا الفانكشن إلو ريموفابل ديسكونتينيوتي somehow ولا لا. خلينا نشوف. أول شيء at x equals 4 بدنا نشوف هل الديسكونتينيوتي ريموفابل ولا نان ريموفابل. هون بتكون الليمت exist وهون بتكون الليمت does not exist. خلينا ناخذ الليمت as x approaches 4 لها الفانكشن x squared plus 4 and the x squared minus x minus 12. اعمل plug in it will be 20 over 0. 20 over 0 يعني يا بتكون infinity يا minus infinity يا does not exist. كلهم بالنسبة لي سيان، كلهم does not exist as a real number. إذن we have here non-removable discontinuity. Nothing to do. ما بنقدر نضبط الفانكشن ونعمل continuous. عندي كمان another point of discontinuity اللي هي at x equals minus 3. خلينا نشوف الليمت as x goes to minus 3 وخلينا نقرر هل هي removable ولا هل هي non removable. الليمت هاي equals and x squared and plus 4 and x squared minus x minus 12. Plug in it will be something over 0, 9, 9, 13. كمان this is does not exist. بمعنى انه we have طبعا نن ريموفابل ديسكونتينيوتي. يا اصدقاء هذا الفانكشن عنده 2 بوينتس اوف ديسكونتينيوتي، وهذول ال 2 بوينتس اوف ديسكونتينيوتي ما لهم اي تريتمنت، ما لهم اي علاج. هو ديسكونتينيوس عند الماينس 4 عند ال 4 عند الماينس 3 وراح يظل كل عمره discontinuous عندهم. والسبب انه الليمت عند الفور does not exist، الليمت عند الماينس 3 does not exist. هذا الفانكشن هذول الديسكونتينيوتي الموجودة non removable وانتهى الحل. سمحوا لي اعرض عليكم مسألة التالية. هذا السؤال الجميل عن هذه المسألة راح نشوف ايضا هل فينا نعمل ونعالج هالفانكشن نخليه يصير continuous او لا. ابقى معنا وتابع بنفسك. شكراً.